إذا نصف نهائي آخر الآن، واللي ننتظره سمات إيت بان بيت بالبدلة السوداء وزايد كثير بالبدلة البيضاء، فرصة لملاقاة فرانسيسكو في النهائي. صح، باحتجاز في نفس الوقت. نعم، هذه دبل بول. شوف، خسر زايد كان في الأرض، وزايد الحين يحصل على النقطة الأولى. يعني أيضا صراحة اللاعب، يعني أنت عندك فئة هاي الـ 62 مرونتهم صراحة تكون شيء فعلا مش طبيعي بصراحة. الناس عاديين. حاول يمسك مرة أخرى. الفنيات اللي يتمتع فيها اللاعب زايد، أعتقد مع أيضا الخبرة، أعتقد راح يسوي باص. صح أن اللاعب سمات فعلا مرونة وقوة لديه، لكن الكفة تذهب إلى زايد. حلو، شوف محاولات الباس عنده. نعم، يعني عنده مهارات ما شاء الله فوق وتحت أيضا. لاعب متكامل، تريد تكون لاعب جوجيتسو لازم يكون عندك لعب أرضي ممتاز، لعب علوي ممتاز، يعني باس جارد وحركات إسقاط. صحيح، يكون عندك الثلاثة هذه. طبعا ما في أي لاعب في العالم يجيدهم الثلاثة بنفس الكفاءة. في رودولفو غير احرجتني صراحة. لا بس رودولفو الجارد ماله مش نفس الباس جارد. صح، على ظهره مش نفس. نعم نعم، رميات واسقاطات وطبعا والباس جارد. يقول لك ما في اي جارد ما يقدر يعدي رودولفو فييرا. بس لا تستهين في الجارد ماله، يعني في الجارد سوى سويب لبوشيشة. صح، يعني واحد من اساطير رياضة الجوجيتسو، فما نقدر نقول فعلا. بس رودولفو بصراحة انا بالنسبة لي، حتى لو كان بوشيشة يفوز عليه، بس رودولفو بصراحة نعتبره من أساطير الجوجيتسو. أتفق معك. أنا أتذكر بداياتي في الجوجيتسو سنة 2012 2011 و2013، يعني كانت الجوجيتسو بطولات العالم كلها مسجلة باسمه، محجوزة باسم رودولفو فييرا. حتى لما خسر من بوشيشة في النزال الشهير الثواني الأخيرة. نعم، في كثير من الناس ترى يقول لك هذه ما تحتسب نقاط. صحيح، لانها سريع فعلا. صحيح، ما كمل حتى ثلاث ثواني. نعم، لانه في طبعا ما كان في ثبات، الثبات ما كان موجود. فمرتين اعتقد، على شوف مش مره، مرتين خسر باخر ثواني من بوشيشه، بس اعتقد في المرتين لم تكن هي دراما. الحكام كانوا يبغون الدراما في النهايه. صحيح، خاصه اللي صارت بوضع. كنت خسران وتعدل النتيجه، يعني بس بصراحة فعلا كانت تحسب ل، يعني رودولفو فييرا بصراحة القوة اللي لديه بصراحة، يعني أعرف ناس أقوياء جدا في رياضة الجوجيتسو لعبوا معاه، طبعا كأنهم ولا شيء قدامه. واحد منهم جالفاو. فعلا جالفاو لعب النهائي هنا، أعتقد كان بينه وبين جالفاو سنة 2012. الوزن مفتوح. نعم، وفعلا كان فرق كبير جدا، مع أن جالفاو أسطورة. ستوب. اثنين واحد الآن سمات إيت بان بيت، 2-1 على زايد الكثيري. وهنا في تشيك على عين الصقر، الإعادة لحركة من الحركات. خلنا نشوف شو هي. أعتقد إذا وقف، نعم هذه هنا إذا وقف، لأن كان اللاعب أعتقد يمكن هناك يستحق عليها أفضلية. ما أدري، حسبوا نقطتين هنا، قاعد أشوف نقطتين، أعتقد أنها أفضلية. سمات الآن متقدم على اللاعب زايد. And make the grip. Make the grip. Hey. Hey. Same position. Five. بفارق نقطة واحدة. إذا فاز سمات على زايد هاي مفاجأة.
تعتبر مفاجأة نعم، خاصة في بطولات الاي جي بي. يعني بنشوف صراحة فعلا سمات قاعد يدور السيطرة، السيطرة الكاملة على اللاعب زايد. اوكي زايد وقف. وهذه محاولة باس ممتازة جدا يا زايد، ممتازة جدا يا زايد. زايد فعلا يذهب إلى التحكم الجانبي، يحصل على نقطة، نقطة هذه كفيلة أن يفوز بهذا النزال. نعم 40 ثانية. وفي أيضا هوك، في هوك نشاهد الساق اليسرى، تبغي يخلص زايد الحين. نعم بس في هوك أعتقد له أيضا أفضلية ثالثة. صعب صعب، الذراع اليمنى مش موجودة خلف رأس اللاعب سمات، إذا كان موجودة في الخلف راح يكون أسهل عليه. في محاولة خنق ربما ما تبين من هنا بس. نعم نعم يحاول، لا أيضا كيمورا أو التقيد للذراع من زايد، ثم هاي أفضلية يعني إضافية هاي خلاص يعني رابعة الآن. 4-2 زايد الكثير إلى النهائي. مواجهة صعبة ولكن جميلة بتكون بينه وبين فرانسيسكو يوناس أندرادي. ايوه Oops.